السلام عليكم. اليوم رانا في حاسي رمل، وهنا نشوف جانب من الاشغال نتاع الازدواجيه تاع حاسي رمل. ولا هذه المنطقه هذه فيها حوالي 2 أو 3 كيلومترات، راهي الاشغال تاع الازدواجيه متواصله. تابعوا الفيديو حول ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 على مستوى مدينة أو على وسط مستوى منطقة حاسي رمل. أنتم تتابعون، والحقيقة أنه هذا الجزء هذا فيه حوالي 3 كيلومترات. اني جيت انا كي كنت حابط، يعني انا راني في طريق العوده، مشيت فيه في الاول في حوالي 3 كيلومترات. لان خليكم تتابعوا الفيديو. والسلام عليكم. ينتهي المقطع هذا اللي راه قيد الاشغال، مش كبير بزاف. وهنا نعود الى طريق السيار شمال جنوب، والاشغال منتهية فيه.
هنا وصلنا المحول تاع مدينة حاسي رمل. حاسي رمل وبليل.